أخبار اليوم. اعتقد شخصي كبير لما تلميذ وصديق للراحل الكبير وصديق محمد جمال البطالي، وشرفني في السمون الثقافي في بيتي أكثر من مرة، وتواصلنا حتى الحوار الديني في الأزهر الشريف مؤخرا. هو قامة إنسانية عظيمة وقامة أدبية عظيمة وأحد ركائز القوى الناعمة الرئيسية. وللأسف الشديد أن مصر دلوقتي يتهاوى حجر وراء الآخر من جدار القوى الناعمة، من الأجنودي إلى جمال البطالي رحمهم الله، وعودنا في مصر يعني جيل آخر من الأدباء والمفكرين يستنهضوا القوى الناعمة المصرية.